اتفضل. والله يا فندم هو ضعف التلفزيون بالموضوع المبادره ده، فاحنا اتصلنا بالرقم الساخن زي ما قالوا، وربنا كرمنا ان احنا بقى لنا 7 شهور منتظرين. شهر واحد اللي فات منتظرين شاطر جميلي جامعي. حضرتك لما اتصلنا بالرقم الساخن ربنا يبارك لهم، يعني استجابوا لنا وجينا هنا. الناس هنا عامله معانا طيبه، ونتمنى تكون المعالجات في المستشفيات كلها زي هنا، يعني بدل ما احنا بنتبهدل كده في المستشفيات وناخدوا شهور وسنين قبل ما نعملوا العمليه ولا نعملوا حاجه. نتمنى ان كل المعامله طيبه. احنا هنا بقى 3 ايام في منتهى الحلاوه، نيجوا نقدم ورق ونعمله من النهارده. قاموا امبارح طلبونا، قال لك احنا هنقوم بالجميع التحاليل وجميع كل حاجه، وعملوا لنا كل حاجه هنا، تحاليل واشاعات وكل جبناها امبارح الصبح. عملنا كل الاشاعات وكل التحاليل، ما خرجناش بره. مره واحده عملت العمليه بالليل، بعد امبارح كده عملت العمليه والحمد لله. احنا شوف حضرتك هي تقريبا بقى لها قد ايه بتتعالج؟ من شهر واحد اللي فات، واحنا منتظرين من شهر واحد، من ساعه ما تعبت من شهر واحد وعرفنا ان عندها زعامات وعماله ترجع دم. ونتحايلوا على مستشفى المير ونروح يقول لك تعالى بكره، لسه في زعامات كل يوم على ايه؟ ما بهدلونا احنا بهدله حضرتك. طيب الرساله اللي حضرتك بتوجهها للرئيس ان هو يخلي جميع المستشفيات الحكوميه كده تامين صحي وحكومه بنفس المعامله. يتمنى ان احنا جميع مستشفى مصر حكومه وتامين صحي يتعامل نفس المعامله اللي احنا عملناها دي. معامله طيبه جدا، يا ريت نتعامل بنفس المعامله بدل ما احنا بنتعامل في مستشفى الحكومه مؤاخذه، يعني معامله مش معامله بني ادمين، مش معامله ادميين ابدا. حكومه وتامين صحي معامله زي الزفت. لكن هنا شفنا حمله غريبه جميله وممتازه ممتازه فوق الممتازه. وربنا يوفق، وربنا يوفق.